دخلت القلوب وتربعت فيها بخفة دمها وموهبتها وإفهاتها اللي بتجري على لساننا طول الوقت، لكن اللي يعرف حكاية جدعانة زينات وقصة دفنها في مدفن الصدقة وعابر السبيل هيحبها أكتر ويعرف إنها ست الستات. خلوني أحكي لكم أصل الحكاية. زينات صدقي اتولدت في 4 مايو سنة 1913 وبدأت مشوارها الفني في فرقة الريحاني، وأثبتت موهبتها وبقت بطلة من بطلات الفرقة، وحققت نجاح كبير في السينما لدرجة إنها كانت بتشارك في 20 فيلم في السنة. زينات كان عندها أخت اسمها سنية، خلفت صبيان كتير وبنت واحدة اسمها ندرة، ومن أول ما اتولدت ندرة اتعلقت بيها زينات وأخدتها تعيش معاها وعلمتها وجوزتها، وأنجبت ندرة توأم هم طارق وعزة، ودول كانوا أقرب الناس لزينات وعاشوا معاها طول حياتها. زينات صدقي اشتهرت بين زملائها بالكرم والجدعنة ومساعدة المحتاجين، وبتحكي حفيدتها عزة في حوارها معانا إنه أثناء عرض مسرحي لفرقة الريحاني توفي فنان بسيط من الفرقة، والريحاني كمل عرض المسرحية، وتأثرت زينات بموت زميلها، وبعد ما خلص العرض وقفت وقالت للجمهور زميلنا الغلبان مات أثناء العرض، ولو كان الريحاني ولا يوسف وهبي ولا زينات صدقي حد فيهم هو اللي مات كانت الدنيا اتقلبت، علشان كده أدعوكم تقفوا دقيقة أحداد على روح زميلنا وبكرة تحضروا جنازته. وكانت وقتها اشترت مدفن ودفنت زميلها فيه، وقالت لحارس المدفن افتحوا للغلابة اللي ملهمش مكان للدفن. ولما اعترض واحد من قرايبها وقال لها ازاي ستات ورجالة العيلة يندفنوا مع الشغالين والبوابين، أصرت إنها تحط لوحة على المدفن وتكتب عليها مدفن الصدقة وعابر السبيل. وبعد فترة طلعت عين مية حلوة جنب المدفن، فراحت زينات وركبت حنفية وحطت يافطة كتبت عليها ماء جاري مجانا، وقالت للتربي لو عرفت انك بتبيع المية همشيه. كانت زينات صدقي بتجهز حفيدتها عزة، وفي مرة وهي راجعة من برة ومعاها ادوات منزلية جريت شغالة يتيمة من اللي بيشتغلوا في شقق العمارة تشيل معاها، ولما عرفت زينات ان البنت يتيمة اصرت تديها نص اللي اشتريته، وقالت لحفيدتها ما تزعليش دي يتيمة ولازم نجبر بخاطرها، بكرة هشتري لك بدل الحاجات اللي اديناها لها. وكانت بتشتري كل أسبوع 100 فرخة وتوزعهم على البوابين والبياعين الغلابة، وتصر يوميا على إطعام عامل النظافة. وفضلت صفات الجدعنة والكرم حتى بعد الحال ما تبدل، وما بقتش زينات بتشتغل زي الأول. وفي مرة حفيدتها شافت الفنانة الكبيرة فاطمة رشدي قاعدة في الشارع وقالت لجدتها، ونزلت زينات بسرعة تشوفها بعد ما عرفت إن أحوالها اتدهورت وعايشة في بنسيون فقير، ولما شافتها بكت وأصرت تاخدها بيتها وقالت لها هنقسم اللقمة سوا، وقالت لندرة بنت أختها اكرمي الضيف مهما كان حالك. وفضلت فاطمة رشدي أيام طويلة في بيت زينات لحد ما قررت تمشي بعد ما خصصوا لها شقة تسكن فيها. بتقول الحفيدة إن جدتها كانت غاوية تشتري مصاحف وتدي كل اللي يزورها مصحف، حتى جارها القسيس المسيحي عم فايق، ولحد دلوقتي ولاده محتفظين بمصحف زينات، وكل الجيران تفائلوا بيه وقالوا ان وش السعد عليهم. زينات صدقي كانت بتكتب رسائل تكلم فيها ربنا وبتحطها جوه المصحف اللي بتقرا فيه، وبعض الرسائل دي كتبت فيها يا رب الايجار متاخر، اهدي عليا صاحب البيت، يا رب انا ما بشتغلش دلوقتي، استرني وسدد ديوني واديني الصحه. وفضلت زينات كريمه ومستوره رغم تبدل احوالها، ولما ماتت اندفنت جنب حبايبها الغلابه في مدفنها اللي كتبت عليه مدفن الصدقة وعابر السبيل. ألف رحمة ونور على الجميلة زينات ست الستات.